يمكنك أن تعرف على طريقة وكيفية حل المشكل. يوجد خطأ يرجو التأكد من الاتصال بالإنترنت. نقوم على تطبيقكم، نقوم بضغطنا على 3 دوت، بعدها سوف نقوم بضغطنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بضغطنا تطبيق ميوز، سوف نقوم بضغطنا، بعدها سوف نقوم بضغطنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بضغطنا على الموافقة، ثم سوف نقوم بضغطنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بضغطنا على مسح تخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف هذا تشغيل الواي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق ميوز، سوف يظهر على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديد، قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم ميوز. وبهذه الطريقة نكون